تحية لك لفريق دعمك. سلام. أولا أشكر فريق دعمك على هذه المبادرة الطيبة اللي والله العظيم أنها أفرحتنا و شعللت المعنوية عندنا، جلبوك الجنة. لا أنت فالله يبيض وجهك وقهوت والله ما لها شكل، وذا الحلاذ اللي ما لها شكل، والمقاطع ما لها شكل. وبالنسبة للمقاطع اللي المقطع اللي طلع لي أنا ما بينت، هذا لا أخواني الله الله، وأنا لأني ما بينت الله يبيض وجهك أبو سعد. والله هو أيضا المشاعر تلخبط. أي والله، ورسالة لفرق الدعم، أي مبادرة تجي أو أي شيء، كثروا من الحلو، كثروا من القهوة، كثروا من الشقاليط ما لها شكل، يعني مع الكلام والمبادرة هو عشان نستانس. الله يبيض وجهك. ولا أنت أي والله ما مثل الشقاليط. إذا زعل شيء يجيب شقاليط. الله يمسيكم بالخير. أنا قد قلتها في مجلس، الأخ معناها مقتبس من إيش؟ وش معنى كلمة أخ؟ لأن وجعت، وش اللي بتقوله؟ ما أنت بقايلين أخ؟ والله إن الأخو أقرب من شوفك لعينك، وأقرب من سمعك لأذنك، وأقرب من ابتسامتك في وجهك، وأقرب أيوة إيه أخ. والله العظيم بقول أولا جعني ما عدمك أنا قد قلتها في مجلس سرى وضحكوا علي المجلس، وعيدها الحين لو يضحكون علي 100 مجلس. أنا علموني والله إن الأخو كل ما تضايقت ولا جاك شيء، والله ما حتى لو جاك من أمور الدنيا ما جاك، ما أنت بقال الأخ، لأن أخو ما دون ضيقك ودون دنياك إلا أخوك. فأقول للأخو الله يبطي بحي، والله إن الأخو وإنه بدون أخوه لا شيء. فاللي ما عنده أخو والله إن أخوانه، اللي ما عنده أخو الله يرزقه بعيال عمه يصيرون أقرب من أخوانه له. الكلام طويل فالأخو والله ولا تقدر تعبر عنه. من الله يبارك في أخواني ويطول في عمارهم، وابشروا بعجب عينكم يا أخواني، وأنتم الله يمد عمركم ويخليكم لي، أنتم أخواني 23 هنا. شاي كفو يا أبو عقاب، كفو يا حبيبي. أنت عبد الله بن بندر بيتين بيقول فريق دعم على هالمبادرة الطيبة، وزي ما قال أبو سعد حنا عندنا أخوان، 6 أخوان برا البرنامج، وهنا عندنا 23 أخ. والله أني أقول صادق، وفالح الغنام يقول ترى الأخو نعمة ما تقارن بها الأنعام، وأنا أقول إي والله أخواني على العز والطيب، إي والله أخواني على العز والطيب، وأفخر بكم وقت الأمور العظايم، وهم محزمي في وقت الليالى المصاعيب، وهم مسندي في حي الرمي العمايم. تستاهل يا سلام يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك. عاش بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. الله يسعدك يا ابو بندر. يا سلام. شعرنا جربي جربي. بيض الله وجهك يا ابو بندر. ماجيك ابيض تستاهلون الله يرضى. تماما الله يعطيكم العافيه جميعا، بيض وجهك. تفضل. اللي عنده كلام يجي يعرض، اللي عنده كلام يتكلم. بعد اذنك انا عندي شغله بخلصها، بس اولا الله يبين وجهك ابو سعد، وجهك ابيض على ذا المبادره الطيبه. مين يقول يسلم؟ غير مستغرب منك، وفريق دعمك يستاهلك وانت تستاهل. الله يطول عمرك. مبدعين صراحه. الله يهديك. اما الاخو يعجز الكلام عن الاخو، والعيال كفوا ووفوا الأخ، لكن أقول والله إني ما التفت في ضيق بالي لا ذكرت إنه على وجه البسيط، أخوي ودرع جنبي، جعلني والله ما تبدل فيه، ودعتك الله والله يبيض وجهك. الله يعطيك العافية إن شاء الله. يا هلا. تعال يا سعود. يلا ما تقن. السلام عليكم. سلام. الله يسعد مساكم بالخير. انتم قلتوا كل اللي في خاطري، لكن انا ممكن اتميز عنكم شيء بسيط، اللي الاخو دائم قريب من اخوه، لكن لا صار توام يصير ازود من الاخو الثاني. التوام دائم مع بعض، انولدوا مع بعض ويفهمون بعض، يحسون بعض اكثر من الاخوان الثاني. عجبتني ولا ما سأل؟ لكن كل اللي اقوله اخواني كلهم والله على عيني وراسي، ولهم المحبه والتقدير، وسطام بيض الله وجهه على كلام الزين ومنطوقه الزين، وشكرا على تسمية فريق الدعم المتسلطنين يا حبيبي انت،
والله يجمعنا ويجمعكم ولا يفرقنا ولا يفرقكم لا عن اخواننا ولا عن اخوانكم. ويبيض وجيهكم وشكرا شكرا لاخوي نواف والله يبيض وجهه وعلى فريق دعمه. الاساطير وتحيه للاساطير. الاساطير ربحت معنا ان شاء الله جيب. طيب شيء الله يعطيك العافية أبو سعد أنت فريق دعمكم وعلى هالبادرة الطيبة هذه اللي أثلجت صدورنا وانبسطنا بصراحة. ووجه تحية لإخواني من أكبرهم أبو فارس إلى أصغرهم إبراهيم وترى تركي بدونكم ولا شيء والله يوفق ولا أصل والله يوفقنا وياكم يوفق العيال ويحفظ لكم غواليكم وبس. الله يعطيك العافيه ان شاء الله حبيبي ابو غويزي. والله فعلكم جمل ومبادره جميله والله يعطيكم العافيه. انا والله ما ادري وش تكلموا في الظاهر في الاخو لكن الاخو يعجز اللسان عن وصفه فهو الحزام وهو يحل مكان الابو فالله يعطيك العافية والله يبيض وجهك. مبادرة جميلة جدا نشكرك عليها أنت فريق دعمك. ختاما إخواني كفو سبعة هنا والله ما خليك الله يطول إخواني سبعة وأنا الثامن. أنا كان ودي إذا كلجت ولا شيء عبد الله نعم ودي إذا كلجت على طول محمد وعبد الله وتركي وسعيد وفيصل وعبد العزيز وعبد الرحمن وانا هنا والله اني كاسبن 23 رجال والله يعطيهم العافيه والله يعطيهم العافيه ويبيض وجيههم والله الذي لا اله الا هو اني بدونهم ولا شيء. اخواني اللي برا ولا انتم عاد قد احنا خابرينكم انا ما يحتاج لكن اخواني اللي برا والله اني من اول ما دخلت البرنامج ومن قبل انهم كانوا هم الدعم الاول لي ماديا ومعنويا والله يعطيهم العافيه ويبيض وجيههم ويكثر خيرهم. اللهم امين ان شاء الله. الله اول شيء الله يطول اعماركم كلكم وبيض الله وجهك يا ابو سعد وجاني والله ما ابكيك على هذه المبادره الطيبه. يا سلام ان شاء الله. الحاجه الثانيه اخي هادي الله يطول في عمره هو اخي الكبير هو اللي اتعلم منه هو قدوتي. انا حكي شوي فاخي هادي هو اخي الكبير وهو اللي اتعلم منه الاشياء الواجد وجرب يطول عمرك يا ابو سعد على المبادره الطيبه. يقول يا سلام وعز الله ان اللي موجودين كلهم منهم اخوان وربع ما يحتاج الله لا يفرقنا ان شاء الله. والله يعطيك العافيه ويطول عمرك. هذا من الله يعطيكم العافيه. علمنا هذا من انت. ختاما اشكر قناه الواقع واشكر فريق الدعم والله يعطيكم العافيه جميعا والله لا يهينكم يكثر خيركم. شكرا لكم. اهلا. انا قد قلت بشخصنها معك لكن ما اقدر تخفنها لكن فريق دعمك والله نعم احبهم واغليهم وانت تستاهل لكن ابى اوجه رساله يا جماعه انا مضطهد من الشخص هذا. الشخص هذا يقول بشخصنها معك والله انت يا جبر يقول بشخصنها معك في الغرفه وهو امير الغرفه وامرته انا ويستاهل. أنت لكن اسمع امرته يستاهل لكن تاب دقق شوف كلمه راس ابيك يا الامير. خلني اخلص ما بدي خلاص عشان اسوي لهم مبادره يا مخ علينا. بسم الله عليك وامسك جوك الوعد بالغرفه الوعد بالغرفه بعضهم هذا قلم من قلب على العز وطاعه وانتبرقنا في جوك الله وسع وهذا كل حد يرى ما دريت ان ضحكت الوقت خداع شفت مدخلي ولا شفت لا هاي سرعة واكبر الضاعة سرعة تشرى ولا هيبة تنباع رفقة الطيب هل ساعة دقيقة من وراحل
بعد بلا ضلع معنا على العز والطاع وانت فرقنا في جوج الله ساع عشب طيب لي غير اطباع اشهدنا كيت انت وجع وجاع ايوه انتوا جميع يعطيك العافية بيض الله وجهك على السبعة ايوه عزانا ايوه الوافين ومجملين ها لا توقع دي ما تبي بيض الله وجهك اسمع هذيك المبادرة خلها يوم ثاني لا لا انت انت لا انت يلي والله طيحني امي تشوف ترى امي تشوف اوه ضربت يجي يا نواف يا نواف انت ليش مكسور انا ليش انا اللي كسر هناك يا نواف اسرع انا عام شربي وانا بالجحد الحرام فزت عليه الله يجعلها بيدك اليمنى ويدك اليسرى زين ما تبجاي ولد شوي ترى بيرقد يلا 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 ولد يلا لا لا يا رجل اقوى واحد على عمرك استغفر الله استغفر الله خلاص اكتب عندكم حيط قرن في البيت رحنا 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 لا بقسك رحنا يا ولد يا ولد يا ابو ماجد ولدك ساجن عند السنين اللي راحت كلها ما يلعب مع احد في البيت محروم والله ما تجي بوجهه وجهه ما في قام خشمه كذب اجلس لا 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 دفش منها الحين ايوه كفو اذهب اذهب حيث ما تعرف هذا يبي له هذا يبي له سلسله مو بسبحه وانت جمعنا على العز والطاعة شرب السعد خلاص شربي الله يبلاك الله يبلاك لا خلاص انا كنسلها جبر لا كنسلها لا اله الا الله لان جبر يستاهل اكثر من كذا انا اتمنى السبعاد يا اخي تعال 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 عشان عشان تطلع ابراهيم اليوم تبي تطلع السبعاد انا علشانه تعال الخذ على وجهك انت تصدق يا اخي اجلس يا اخي يا اخي وصدق ذا يا ولد اعطلوني انا اسمع يعني حاش المخلد يجينا ذا بس مخلد طلع كيوت شفت اخوه اليوم يزينه بس ناقصه نظاره يصير مخلد تو اضرار الليزر ليزر ويشو ابو نقطه هذا ينقص من الشعاع حق العين اتوقع يسبب شرب العوض ابشر بالعوض ولا بنشعر اللي عارف واللي عارف بعد سبب عقم بعد والله الله يبلاك بنشعر لازم يشارك في كل شيء بتعطيه يمناك بتعطيه يمناك بتعطيه عينك بتعطيه اعطيه ابو عقاب اعطيه روحي ما هو بيمناي ولا عيني انت لو انك مركب فككت انا بعطيكم سالفه صاد اسف اسف انت رجال انت عندك سالفه لا تنافح حريه كل ما تكلمت قطروا حس فيهم حس فيهم نواف عقاب الليزر وش اللي ترسل ليزر ما في الليزر ذاك اللي تضغطه نقطة حمراء حق الملاعب خلاص هو يقول يعني ما تفهمون انتوا اسكت اغرس الليزر الاحمر ولا الازرق احمر ازرق اي لون لا الازرق القوي احمر اللي كانوا يحطونه ليزر كتابه اللي يحط اللي كان يطرده القطو تحطه القطو يطرده كانوا يحطونه في الملاعب يوم المباريات اسلم اي خله اسكت خليه يروح اسلم اسمع يا جبر والله معك 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 هذا ابو عقاب تقطع سالفته اسلم ابو عقاب خلاص ابو عقاب اقطع شعرك عينك ايات عيني ذي اي والله في دمك والله بس طول بعينك حاطه لا والله بلمحه نظر الازرق هذا يا نواف يقولون يشب الورق والله لمحه يقولون اذا طول على ورقه يحرقها صح؟ انها بيضاء ما اشوف شيء ثلاث شهور او وقت صحيح طيب والله يقولون اذا طول على ورقه يحرق تعالجت تعالجت بعد تعب معاناه بعد معاناه بعد وسوسه بعد تعب نفسي قلت اني بفقد النظر لا انا فقدت انا كنت اشوف الرسائل فقدت في ذي هذه فقدت يمين صرت بس اشوف الحين اعلمك نلعب اعطيته اخوي لفه علي كذا
لمحة نظر إن الدنيا عندي بيضاء. أوف. تزوع علي كبدي. بالليل يوم خميس طالع بتمشى. والبيت ما في أحد. بروح المستشفى. بدون. حالتي حالة. جوعت كبدي. بعين تمشي. والله بعين اليسرى. ما تأثر تغير لونها؟ أشوف كذا عادي عيني تشوفها لكنها من داخل بيضاء. أشوف غبش. شوك وراسك صدع ما علمت ابوي خايف وقتها كنت في الثانوي او ثانوي طيب العدسه السليمه يعني اللي شوف انت تشوف عيني عادي كذا لكن من داخل البلا من داخل مغبشه يعني انت ما تشوف الشبكيه المهم الروح افحص طلع في عرق منفجر اضربها الليزر اضربها الليزر بلمحه نظر كذا بس على طول ولا علمت ابوي وحالتي حاله يا ولد شايل هم الدنيا وروح اسوي فحوصات ويلا وش السالفه اثريه يقولون شق العرق وده منفجر يقولون شق الثقبه من وراء اوك شكله مقواه وقعد ثلاث شهور المستشفى دكتور ما تشوف الا جهه واحده بعيني يسرى امشي هو ضغط يجيها ضغط اذا الشمس ولا نور وانا ما اشوف يعني يجيها ضغط الى يوم كذا تصدع المهم من ابوي قال الرجل هذا اللي تمرد عليك بيتمرد على غيرك وغيرك 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 نمشي معه بالقدر لازم نعلم ان هذا خطا يا سلام وقتها صغير ثانوي انا من داخلي ما بيضر الولد لان الولد ما دار عفوا جات من دون قصد بس عرفت من دون قصد محسن النيه له اخوي لك الحارة معناه ايه ومحسن النية ابوي يقول خلاص يا نواف انت ما عليك عوافي من عندي انا بس غيرك ممكن يضر من اللي بيروح وراه من يعني صادق بيضر فلان وفلان وعلان انا يسبب له واحد وهم يدعم اي بالله ثلاث شهور المستشفى الدكتور وصلت اوراقي لالمانيا خلاص يقولون لان بيسوون عملية يشفطون الدم الثقبة اللي ورا لازم تسكر بغاز تصير 10 ايام وفوق كذا على وجهك وما تتحرك تحرك من اليسار الغاز يرتفع على راسك. اوف. يا ولد وسوسه وهل ما اشوف غير بعين اليسار. محسن النية انا الولد ابوي صمد. يبي يعاقبه. العين بالعين والسن بالسن. يمشي بالنظام ومن حقه صح ولا لا؟ صح. الله اللي فيني محسن النية. المهم مع الايام مع الايام مع الايام مع الايام ثلاث شهور اعاني. قررنا نسوي عملية. خلاص مشيت على الدكاترة فينا كلهم. انتهت الحلول خلاص ما بقى لهم. كلهم نفس اللي جابوا نفس اللي قالها الدكتور فلاني قالها الدكتور فلان حتى المستشار اللي بألمانيا قالها. حالة واحدة. هذه علاجك هذا هو. عملية. خلاص دخلت العمليات يا ولد ارتعد ارتعد يعني بطلع على وجهي كم 10 ايام 15 يوم ما ادري هي ولا هي بعد يعني تصير اكيد نجاحها لا نجاحها بس 1% لانها قليل من العالم تجي ثقبة انا محسن النية للولد هذا يعني حسن النية ترى هذا لها اثر يا سلام والله يجي دخلت العملية وتوكلت على الله يوم قمت صحصحت من البنج اللي انا على ظهري جتني فرحة يوم كذا انا قاعد ان شاء الله الحمد لله شوف حسن النية حسن سويت العملية سامح الرجال سويت العملية الظن. سويت العملية بعد ثلاث شهور خلاص بطلع من العملية انا منسدح على وجهي خلاص بيقفلون الثقب وطلعت من العملية وتشوف طلع قمت في البنج الا وجهي سمع والدكتور فوق عيني يبكي لو اله الا سعادة الى يومك هذا سعيد فتعلمت من هذا الموقف لا تسيء اي نعم صفر النية سامح دائما فكر يا سلام صدقت هل حدث حصل هل حصل حصل خلاص خيره كاس ما الله لك وهذا درس في انا سبحان الله سامح وهذا الصح رد لك الله سامح ما تدري الله ياخذ روحك ولا روح قبله وفي نفس حكايه يمكن ربي يعوضك بشيء نجي ما كان يكلمني وبعدها مالك زود بس على اللي يمينك زود هذا ما علمته ها ما والله ما علمته علم رجع انت عاصي حصان حيوان وبعد علمته بالسالفه والله ما ودي بحيوان لكن درى
سبحان الله. يبي بس ما يبي يعني يشكي، يبغى يخليه عبره. خنزير ذبه الله سبحانه وتعالى. نعم خليه عبره لغيره. خليه عبره لغيره عشان ندري هذا خطأ. نعم. احسنت النية بشكل عام. نعم. رسالة أبو عقاب يقول الليزر تكو منه. مو بالليزر بس، مو بالليزر. الليزر وأي شيء. الليزر ألعاب الخطرة. نعم. والمقصد حكمة. صدقت المسامح كريم. وحتى لو زعلت لا ترقد، لا جيت ترقد قول يا ولد الله يحلل كل من أخطأ علي ولا. نعم. يمكن بعضهم يخطي عليك و. هذا الصح. أنا كل يوم أقول ترى أقول الله يسامح أبو عقاب يا مخطع لي أمس وخطع لي، تخطي علي كل يوم وسامحك كل ما أجي ترك. أنا جيت منطق نية. نعم. وأنت فيني منطق نية. نعم. ما تسمعني وأنا راقد أقول الله يسامحك. شوف سبحان الله. شوف حتى علامات العملية موجودة. سبحان الله. من أفضل الدكاترة هنا موجودين عندنا في السعودية بشكل عام مستشار. انصدم من حالتك يا مسلم. والله العظيم أنا مدلك علي يوم صح صح. ما توقع اقسم ولا واحد منهم ها كلهم حتى جعل... ما يقول جعلك والله ما تشوف شر انت باس ابو عقاب و اول مره انا السالفه انسان كريم نعم الحين الشوك تمام كانوا ما هم متوقعين انه يرجع النظر يعني على حبه حبه اول ما خلص العمليه رجع ابشركم على 6 6 ما شاء الله شوف حسن النيه حسن النيه زين واحد من الصحابة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر واحد أنه في الجنة فراح دخل عند الرجل في البيت وقال أنا أبغى أوقد عندك ذا اليوم قال حياك الله الرجال ليه راح له يقول أبغى أشوف إيش العمل اللي يسويه ذا يقول أجلس عند الرجال يقول نفسنا طن طن. يقوم الليل يا ولد مايك شغال بس ما ادري شو كم ما فيه احجار لا يا رجال فيه سمسم يقول يبغى يشوف ايش عمل الرجال ذا اللي يسوي لا والله انا نفس المسلمين يصلي الليل يستغفر ويسبح ويهل يقول نفس ما حنسوي فراح له قال يا فلان انا اشدك الله ايش العمل اللي بينك وبين الله قال ما في شيء أعمال اللي يسويها مثل أعمال المسلمين قال لا في عمل بينك وبين الله قال في عمل واحد إن إذا رقت أصفي النية على جميع المسلمين يا سلام قبل ما أنام يدعي دعاء أنا والله ماني حافظه لكن بما معنى الدعاء إني نبحت من جميع الناس شو اسم الدعاء؟ ما أدري والله أنا أقول لك ماني حافظ الدعاء لكن دعاء فيما معناه نحن نتكلم انك صف النية وعلى حسب نيتك والله سبحانه وتعالى في انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فايضا انما على اعمالكم ترزقون الشخص اذا كان قلبه صافي اذا كان قلبه ونيته صافية على الناس تأكد انه اول شيء ان الله بيرزقه ان الله بيسر امره و كلام واجد والله ما ندري شو نقول عن حسن النية لكن سردنا القصة هذه انه بشر بالجنة بعمل واحد سوى انه يحسن النية ويحسن الظن بل توافيق من الله تجيب توافيق توافيق اكيد خلاص خليني اروح اشوف علم المايك ذا نعم نعم عشان الله يبيض وجهك يا ابو وياك الواحد شوف لا صفيت نيتك حتى في البيعة والشراء وصفيت نيتك في اي شيء صفيت قلبك مع نعم. الله صف قلبك يا دفين والله تمشي صف قلبك بعض الناس الحين ايه تحذف المقبيل ليه يوم تحذف المقبيل ليه كل ما انظمت سريرته لا تقول سريرته لا تقول سريرته يوم تحذف المقبيل ليه انت يوم تحذف المقبيل علينا ليه اشوفك ابالك كلام عن السرايه ها السرير اللي يسولف نواف مو بنا نواف لا وضح اقول لك وين تحذف له نيه السرته اللي بينك متاع. وبين نيته بكره كل ما انظفت صارت سريرته نظيفه كل ما الله وضفت انت بعد طمرت وحنا نسولف ما عند الله نعم واجب طال
ثاني بجاله ثاني ما خرب. من اقف مع الباب من اقوم من جلسه من اترك رجال وامشي خليه والله يبيض اي الله يبيض وجهك. لكن في نقطه والله اني ما اقصد فيها احد لكن لازم انا اعلم نفسي فيها واعلم الجميع فيها صح انك انت بتسامح شيء بيدك صح لكن يمكن فيها حتاخذ في خاطره عليك ولا يمكن انك مازحن على احد مزحه ثقيله وهاخذ في خاطره عليك ولا وهي في قلبه بس ما في قلبك انت سامحت الجميع صح ولا لا؟ انت شو سامحت؟ من الله من الله ومن طيب نيتك من طيب نيتك الله بينزل على طيب النيه صح يعني بعض الناس اي صح هذا اللي اقصده ولا انت مزعلني ممكن انت احسن منه الله اللي نزلها على قلبك على روحك انك تسامح تصير طيب ما عليك يمكن هو شايل عليك انت الحين يضيف الله شايل عليك بخاطرك اي يمكن انك زعلتني ولا زعلتك تلقاني اليوم الثاني اجي واقابلك ارحب يا ابو تركي يلا حيه في نفس الوقت في نفس الوقت تشوفني كل يوم ترى شايف خاطري على الرجال امس والحين راح يحبي ويضحك في وجهي طاح لي في راسك خلاص سامح صادق هذه النقطه اللي هذه النقطه اللي انا بك تذكرها بعد الله يبيض وجهك الله يجعلنا عند المغفور ونقول امين اللهم امين هذه نعمه هذا الله من يشاء نعمه قابلك الله يا ابو عقاب اقول من الله لو بيدي لو بيدي والله من طيبك يا ابو عقاب وهذه ما هي جديده عليك سمحت لي حلوه جيتك ذاك اليوم لي وانا ضايق انا بطلع برا تبغى شيء تقول لي تراك تبي شيء ابو عبد الرحمن مره ما تبي شيء الشيء هذا غرض ايش بلاك تكلم ما جاد كل ضايق لا احد لاحظ الا انت وهذه ترى تحسب لك اخوي ما سواها يعني والله اني صادق وقايل هذاك اليوم لك وقايلها الحين لانك لاحظ شيء في صدري ما حد الا الله يطول عمرك كان في لقعه راح احنا في يا د الحافي يا ولد وين هاي ولد يا اخي انت تستهبل قم يا ليل يا الحافي لي مو بيه تبو كبير مشغل من شغل شو من يشغل نواف الشهراني؟ ها؟ خلينا نخلص ولا أذن؟ شرب عزك يا أبو عبد الرحمن قبل المظهر تبي شيء؟ ها؟ لا قدر يكلمك اجلس طيب اجلس سمعت عمل لك أبو عقاب أقول له شيء ذا طاهر سمعت لك عمل أمس الإنشاد أنت تسمع هنا وتغني هنا لا قال عطاني قصيده ربع عند الباب طاهر بعوين اسمع ايه نواف اذا شفت اطول معي نادري ها يا ولد اعطونا الثلاجات دي اللي حاطينها لا دربك دربك نو يقول ابيك وابغاك خاطري فيك لا 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 ويش منها يتبع مدري ايش ورضاك شوف ويش منها يعجبك مدري ويش جمعتها لرضاك واختار فيها شوف ويش منها مدري ايش يتبع مدري ايش ورضاك واللي لك اني مدري ايش يقول ايش يقول تعال ثانية عطنا قصيدة من قصايده يقول يا مرحبا بالليل يا غاب عنا يا مرحبا بالليل يا غاب عنا زادت مراجلنا وحنا رياجيل ايه تعال هني نكمل سلامي من ليلنا
اي أيوة والله الصلاه يا جماعه. اي نعم يا سلام. اي والله واني قايل يا ابو عقاب قبلك. وش اقول؟ ايش قلت انا؟ ايش قلت يا قلت احنا اذا طلعنا برا الصلوات غالبا ما نصليها في المسجد، يا مسافر يا ماسكن خط يا معزوم يا مدري ايش. طالع يا راقد يا ماك خلق يا متاخر يا صلاه ولا قاطع. يوم جينا هنا ما عندنا المسجد. الشيء الوحيد اللي الاداره اعطته رقم واحد بالاهتمام الصلاه. اي والله. ولا قاطع هرجكم، يمكن بعضكم يمكن بعضكم برا لما اساله ولا شيء على الصلاه يقول والله راحت علينا امه. والله كلنا ننقص. انت بقول لك بس انا اتكلم على بعضهم يقول والله برا نومه جاي من خط مسافر تعبان. هنا اكتشفت الحين في القناه ان هذه الاعذار كلها اللي برا ما هي بعذر شيطان، لانك تقدر هنا بعضنا هو تعبان يقوم يصلي، بعضنا هو ما نرقد الا الساعه 10 الصبح ونقوم نصلي. اقول لك يعني ما لك عذر. اي والله طير البحر دائما يحب يقطع السوالف. وبيض الله وبيض الله وجه الرجال هذا. رجلك صلاه الظهر والعصر والله ما يقومني الا هو سعد الطويل. اي والله جيب واحدة بعد. نزل رجلك انت. ايش اللي خلاك تاخر يا؟ عليكم السلام. خصم 300 يا شباب على سعود المكاحلة. مساكم الله بالخير يا شباب. نزل رجلك انت. نزل رجلك. نزل رجلك. أول شيء الله يعطيكم العافية يا شباب. على جهودكم ما فعلته في الأسابيع اللي طافت. لكن في سلبيات. كانت مش ما هي بزينة على المشاهدين اللي هي المخدات والغراش. أتمنى يا شباب أنكم تلاحظون على هذه النقطة وتوضحون الدعوة. سبب المخدات الشيطان حوس. الشيطان حوس بتفاهم معه بعد تفاهم معه. وفيه الجوالات. وش هذه الجوالات اللي هي؟ زين الواحد يعترف. اثنين جوالات. ايش فيكم رفعت ايديكم؟ يعني كلها اخوه ها؟ روحي الاخوه ابو سلطان. خصم 300 يا شباب على سلطان. انا عودني ارشيد والاعلام يقول كل ما قال احد شيء ارفع ايدك. ارشيد من الكاميرا. خصم الجوال لايح عند الشباب. اتمنى لا اسكت لا تكلم لا تكلم لنا لا تكلم لنا استاذ. احنا حللنا 20 يوم ما ندري ايش اللي يا شباب. استبعاد نواف.
لا سلطان الله يرحمه يا الله حتى النظره والله حتى النظره بعدين حطت الاصبع هذه كلام هذا وين حطت الاصبع هذه والله يا شباب ما قلت ابو تركي والله ما قلت ابو سلطان الا انه قدوتي في الاعلام وقدوتي واللي احب واللي احب شخصيته ف والله يا شباب والله العظيم دقيقه خلوني اوضح الامر والله العظيم ما قلت ابو سلطان الا من محبه وانه حاطه قدوتي الاعلاميه فالدعوه تعير ابو سلطان والله يا بطني يا ابو طاحوس بالحصان عندك انت رجال ينبل شنو الحصان ايه ما طرت علي الحصان ايه لو تقول حطيت هذه والله ما قال ادري هلا محبه من هذا المنبر اشكر من كل من دعمني من وقف معي وارجو من جمهور نواف عقاب ودعمه واللي ورا نواف عقاب ان ما عاد يدعم بالمادي نبي نثبت قوتنا ونبي نخلي الربع ذول اللي هنا اخواني كلهم 23 رجال بحاجه للحصانه ونبي انا بيثبت المادي خذيتها مرتين والله يبيض وجيهم وسفير الوقف خذيتها وباقي شيء بناخذه ان شاء الله والله ما بقى عليه شيء لكن انا بترك المجال لاخواني والله انت تستاهل حق والله العظيم امس يوم خذيتها السلاسة عشان رجالين داخل الإدارة كانوا يبون هناك لكن والله إني زعلت عليكم كل أبوك لكم حق علينا ولهم حق وأنتم لكم حق لكن نبي نثبت قوتنا إن كانوا هم قويين وأنا والله إني هاقي فيهم هاقوتين كبيرة والله يبيض وجيهم تستاهل تستاهل جاني والله ما جاني والله ما خلا منك ولا منهم والله يبيض وجيهم والله اللي تستاهل ما خلا منك تحية لعم عقاب لا نواف عقاب نواف عقاب تحية ها الحمد لله على السلامة يا أبو عقاب ها لا ترك الدوس بإذن الله الله يستر الله يستر العاجل بتجي بعد يومين ثلاث أيام أني أخذها ويثبتون قوتهم بإذن الله وأنا هاقي فيهم هقوى سمة فوق صفقة عليك وجه الله أنك تصفق وينك يا تركي حضر كنت موجود والله اعطيت استبعاد يلا تستر عليك من هناك بضل لا يا اخي نبي شيله نبي نتحرك طفشنا تكفون نبي شاره تكفون يا الاعداد نبي شاره ارقص من جالس تكفون يا الاعداد نبي شاره على صمت لا 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 تكفون يا احمد عبد الرحيم نبي شاره نبي نلعب صح ولا لا؟ لا لا يا اخي طفشنا المود نايم من قمنا من النوم اكيد اليوم الدين لازم نتحرك تكفى يا احمد عبد الرحيم كيف تسمعني؟ كل ضيع بلح الا ضوى
لا الله لا ميال لا 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 واتكل على الله كل طيب. اذا ما في شر شغله هو سبيكر انه هو الشراني. خلنا بنلعب يا لا لا يا لا 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 اتكلنا على الله كل طيب يا الله هو الحليل جفران 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 شو يقول؟ اسلم وسلمني على اللي خوته وهو شو يقول؟ راس مال عندي تحدي تحداك سوزكي انا صوتي كل يوم جمعه يروح واقعد لين يجي مثلا اسمع تحداك سوزكي تحداك تحيه لمتابعينك زي كذا لا 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 اتكلنا على الله كل طيب لا 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 الله يعيب ماجد انفيعي خلك تبكي ليه 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 انت تصبر ليه انت خوالك مطران ها ايش تبي اخو نوره لا تستغفر لا تستغفر ابك ربعي لا تستغفر لا تستغفر ربعي على المجد لا تستغفر لا تستغفر ربعك ونعمه على راسك لا تستغفر لا تستغفر يا اخي انت شطه والله صح من جنت الواحد لا تستغفر اه لا تستغفر الله يكسر جفاك استغفر الله امين امين بالله ايش رايكم من ربع لا تستغفر لا تستغفر لا تستغفر طالبك يعني بالله شرطه لا شرط واحد شرط واحد ايه انت انت موسوس ماجد عد عليك موسوس شرط واحد حب على خشم حب على خشم والله ما تحب حب على خشم جاني والله ابدا اكبر مكسب هذا البرنامج ادع عليه واحد استغفر استغفر عادي انا بروح لاحمد يعني انا مزح عليك انتم تبون شيله بس تبون شيله بس تبون شيله بس نواف لا تدعي على ماجد انت بتدعي على ماجد ترى ماجد الليله يا رجيل عقوبه ايه اكتشفنا حاجه جديده ان ماجد يتنرفز بسرعه ماجد الدعاء يعني خلاص يلا يا شباب من يدعي على ماجد بقيف على شدات مثل الجبال راسي راسي دروعي على جنوبي وتاجي على راسي كفو. لا تقولون القليل القليل اختصرنا وضعنا باختصار ما نبي كثر البشر والزحوم أربعة منا عن أربع قبائل والولد منا عن أربع مية يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 والولد منا عن أربع مية خلاص يا ترك الدوسري خلاص خلاص قلت فيك تدري متى بضحك ارحب تدري متى بضحك كان جد دقه ترك دوسي حيصد اللي بيجي ضحك والله لو تجي والله لو تجي دقه ترك دوسي يصد ايشكم اني لا اضحك ولا لا 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 ترك اسمه دوسي دخت ورع ما جيت سوى ما قلت ولا صادق ولد واحد يدي عليه شوف اذا انه صادق ولا لا الله يوفقك اربعه اخو سالم ولد ما ادري خلنا سدح سدح طيب دقيقه نشوف هذا مع السلامه خلاص كاس الله لا يوصل على الله دعوه جماعيه دعوه جماعيه خلاص دعوه جماعيه لا والله استغفر ذي المفروض ما تبدا درجه بكون من ذا حرام والله المفروض ما تمزح بهذي اخس معطينا صدق شيء طاح بقلب شيخ خرشك الله مرحبا بك يا هلا يا هلا يا ماس هلا جمع زين وحلا يا رشيد الله عطاك سلامت اجلس وعد اجلس 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 عد شباب بالله خلوه يتكلم ولا حد يخطب قدام سهيل تكلم اسلم اسلم الله مرحبا بك يا هلا
يا هلا يا مس هلا جمع الزين وحلا يا رشيد الله عطاك انت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر انت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر صابني من لدى عد عد شباب شباب قس يا شباب دقيقة خل مريب يشغل دقيقة والله العظيم اللي خاطب قدام الكاميرا اني حصل فيلم قسم برب الكعبة لا حد يخاطب قدام الكاميرا تكلم وغن والله العظيم يا رجال تكلم يا خله رجالي خلص مرحبا بك يا هلا يا هلا يا مس هلا جمع الزين وحلا يا رشيد الله عطاك انت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر انت ما مثلك بشر يا قمر خمسة عشر لا مني من لا درى بصواب ما برى لا مني من لا درى بصواب ما برى لو تباع وتشترى كان انا اول من شراك لهنت لهنت يلا يا منيب تكفى يا منيب حبيبي انا لي ولي في كل مقدى وصد وراح زي ماجد لا شيك ليه لا خلاص
روح روح تكفى يا منيب يا ماجد يا عيال احلى صيف المنيب احلى صيف الفريق الاعداد كامل الله احلى صيف رجال طحون الله احلى صيف رجال تركي الله يا سلام سلم منيب منيب تكفى تكفى يا منيب واحدة تكفى يا منيب واحدة يا منيب واحدة بس واحدة لو تشغلها نص دقيقة آخر مرة آخر مرة طرب يا خلاص خلاص تكفى يا منيب ما عاد أبغى يا أخي جنبي ذا ما أبغى تكفى يا منيب 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 من النبو الله يا منيب تكفى نبغى المليونية خصم ايش تبي انا قاعد احضر قصيده منيب ابو مسعود خلوها لا والله العظيم قسم بالله اخر قصايد عاش منيب اتبغى اتبغى اقعد انت تبغى تقر الله انت لا 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 اتبغى تقر شوف اجلس ما تقر انت ما تقر خلاص قم ما تلمسح مشكلته جيت حورني ما اقدر شو اطلع برا يا اخي ما تقول روح اجلس هناك خلاص خليك واقف خليك واقف خليك جنبي هنا خليك جنبي هنا خليك جنبي هنا خليك جنبي هنا اذا تحرك علموني اخصم عليه امغط والله في ناس ارتفع ضغطها تعداني على خط المدينة يسوق جهل على يمينه هنوف سلهمة رمشة وعينه يا حظ اللي يسوق الجذع حظه على شاص قراطي سهو كاله لحي اللي شراه وحي الباله تعداني على خط المدينة يسوقه جاهل على يمينه هنوف سلهمة رمشه وعينه يا حظ اللي يسوق الجذع حظه طيب دقيقة دقيقة صلوا على النبي صلوا على النبي لحظة 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 يا الربع يا الربع فضوا الطاقة اللي فيكم فضوا هذا الحين والله ما بتروح تطلعوا شكرا خير يا جميلة وحي يا جميلة هيه يا لا لا يا لا 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 يا لا
يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس يا زين سلم علينا كل ما مريت يمكن شعور شعورك وانت ما تتابع سمني اربع 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 شفيك ساكت وعند الناس تتكلم قلوب الأحباب ما تكذب ورب البيت واللي من فارق حبيبه يا عرب يندم بحب صالح حبيبك كل ما حبيت يمكن شعور شعورك ما ستتكلم يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس تتكلم قلوب الأحباب ما تكذب ورب البيت واللي مبارك حبيبه يا عرب يندم يا زين سلم علينا كل ما مريت وش فيك ساكت وعند الناس تتكلم يا زين يدك بشوف حناك صغير مد لي يدك بشوف حناك ابو جدك بجود شفناك يا صغير مد لي يدك بشوف حناك ابو جدك ما عاد شفناك صغير مد لي يدك بشوف حناك صغير ها شوف الولد هذا حار مكيف حار وش حقته يعرف هذا لا لا يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا الضلوع لبسوها صبايا يا جماعة الضلوع لبسوها صبايا يا لا لا 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 غنوا معه غنوا معاه وخلونا مع بعض مع بعض يا لا لا 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 يا جماعة ضلوعي لبسوها صبايا تقصف القلب الأكشر لا يفاخت ضلوعي يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا جماعة ضلوعي لبسوها صبايا تقصف القلب الأكشر لا يفاخت ضلوعي حسا قد حرضنا خلافي لا 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 ركبتي معي في الجيب يا نوره على طريق الحسن
لازم عرض نخلافي. دايره 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 خايف القبل يا نوره على طريق الحسا قد عرض نخلافي ولا تشرك ابتي معي في القبل يا نوره على طريق الحسا قد عرض نخلافي. والله اني اعرف لك لاقني مع اخوياي نجران ترى اليوم بستانس وانا اليوم بستانس دق رقبه دق رقبه هز البطن تك 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 دق رقبه لا اني ما تصلح اقطع وخسه وخشبك للماي انا غطى على جنبك وانا اليوم بستانس نواب الحصانة نواب الحصانة وانا اليوم بستانس ما نبال الرايق خشمي ما حد حصانة خشمي ما حد حصانة نواب خلوها عاش عاش عاشو لا شوي استسلم شوي انا مستسلم 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 البرحة ذي عبد الله دفين تروح البرحة قبل شوي عرفت لي كيف كيف ليك الودي لا خلص من نشيته تسجيلات الودي الأخضر من هو ذا دوتكم اوه عنده صدى صح صدق ايه شتبون خلاص اسلم وعلى طار كله طارت يا كيف ما جابك الشوق عندي والحنين تبغى المحبة مبعدا مني آه مقوى فراقك تحديتني لين أجذب الناس عندي كل ما غني زعلان ما تبغى الرضا وانا على جر الغوى واذكر زمان قد مضى وشي لا ما ابغى تسلي تراك عندي ذمين عاش ابو تركي سلي يا بلادي واصلي نحمد واصلي والله معاك واصلي والله معاك واصلي 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 فوقها السحب وإن كنت ترى فوقها السحب مجدك لقدام وامجادك ورا والحكى فيك عشاقك ترى ما درى على الله توكلنا وسقنا القدم قدام فلا يترك الرجاء لواجبنا على الله توكلنا وسقنا القدم قدام فلا يترك الرجاء لواجبنا على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام ولا يترك الرجاء لواجب نعمه على الله توكلنا وسقنا القدم قدام
ينام ولا يترك الرجال واجب بينه على الله توكلنا وساقنا قدم قدم ولا يترك الرجال واجب بينه على الله توكلنا وساقنا قدم قدم ولا يترك الرجال واجب بينه على الله توكلنا وساقنا قدم قدم ولا يترك الرجال انا البرد الحمراء يا حبيب الدنيا حلو خلنا نعيش سجل رايح افرح ومرح تزعلش بدي غاصر تبني لي ولا بدي مال الهوى حبنا وحب الدراويش حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وبعض الناس سوى مثل عبله على شيء بوب لا شيء صار حبيبي شاو شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وبعض الناس سوى مثل عبله على شيء بوب لا شيء صار عبله حبيبي شرب شاهي بنعناع وانا شاهي احمر شربوني وبعض الناس سوى مثل عنتر على شيبوب لا شيء صار عبله يا لا 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 يا لا 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 يا لا مبدع طم طماطم الدور على دليل طم ادخل النص حط اي احد حط الكواي حط هنا يلا يلا اغني ولا ارجع ارجع طم طم طماطم الدور على عزز غنوا يلا شباب عليا طماطه بنفسجيه طماطه بنفسجيه يخربوا ماش توكم فكك وتعبان يا ولد دور الحمراء مزروعه بين الخضره انا اعلم من هذا المنبر النيل تجبع وتصير خدودك حمراء تصير خدودك حمراء وي يما يما ايش قد حلو اخر الحب ولو يما يما ايش قد حلو اثر المبدول جامع المبدول اسمع اسمع انا اعلم من هذا المنبر تصفيق ما عاد فيه تصفيق من يوم دخلت والله اصابعي بدات تعورني والله بكيفك اصابعي بدات تعورني يا رجل على ثلاث حاجه راح افكركم يا شيخ راح يتم التهكير للجميع والول يا تهكير يا شيخ يما يما ايش قد حلو اخر الحب ولو يما يما ايش قد حلو اخر الحب ولو عيالي على القتال مطرين مره كيوت اكيد واه كيوت ولا مغني تعال احسب درجات الاخير حزينات النخيل كل شيء جميل خلني احسب درجات خصم 5000 لا خصم 500 500 خصم يعني اصبر يا ولد دقيقه خليني اكتب ضربه كذا اي 500 خصم ايوه 500 جاتني 100 في اولنج ايوه 100 صار 400 400 سالب وعندك 400 سالب 1000 اوه هالشيبان يوم صوروني 1000 1000 سالب لا مو 1800 انه بعد صورني ثاني ليه 2800 1600 1600 اي يعني 2 1600 600 سالب يعني كم باقي 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 يوم كرقيت عجدار لا هذه خلها لا هذا الاسبوع اسبوع ذا 300 الكشت 300 مفلح اليوم 150 امس ما صليت العشاء أيوه. كم 500 والمطبخ فزت ولا خسرت خسرت يلا حط 600 ليه خصم 600 لا لا ما في خصم انا لا حطوني صدمه لا ما في خصم امشي بالسالب انا شل بعزك ما عندي الا حلالك انت بعد بالسالب يا دافع البلاء اي ما عندك شيء 500 عندك شيء يرد لك الاسبوع الجاي 300 بس انا جاني 400 اي مفلح 150 نقطه 150 كم قدري يعني كم دقيقه هذه كم 400 500 700 800 900 1400 اللي عندك وانت اللي عندك الحين 1400 والسالب عندك 1600 2100 عندك السالب
يعني عندك 700 يعني عندك سالب اكثر من 700 سالب 700 سالب ابشر بعزك قطة لا حول يعني ذا الاسبوع ما في فايدة ما في فايدة ريالتي ترى عليه نقاط ريالتي يحط شير حط اللي تبي شيء علب اللي وعدنا حر ريالتي 10000 عندنا ايوه الامير هنا حر نعمو بس يعني بيقرب هالكاميرا علي يلا يا رب انت ملعن شفتوا الكاميرا خصم اوه شفت الكاميرا خاصه الحين من دين وشفتها يا محنا برا بالغلط والله هنا والله خلي الامير يخلص يعني وش يعني ده يعني دمشي الطريق ومنحدى يلا يا رب اني ما اطلع براي الامير عذرك الامير روح عند المنشد يا غفور اني ما اطلع براي لا حول ولا قوه قسم بالله يوتر ذا الروح يجيك شده حر روح هناك هذاك بارد الله يستر من ابو سلطان قال خلاص قد بيتروح والله ما قلت الا الحنان ايوه بعد خصم لا لا ان شاء الله والله ما قلت الا انه قدوه لي تبي تحسن علاقات اجي خصم يعني ايه ثلاثة لا لا اللي قلد هو قال اللي قلدني ثلاثة أنا أي واحدة اللي جوني يوم تهاوشت وياهم ولا اللي جوني عزمتهم لا اللي جوكم تهاوشت وياهم أنت الله يعينك كرشيت أنا دائما أسبق كشتات العيال عشان أفرش الفرشة أنا النشمي فيه تنظم كل أحط العزبة معي والحطب معي كل شيء معي هم يجون مخدومين بس عرفت ونعم الحمد لله هذه عوايدي عرفت وصقار وخيال وراعي رماية وسباح كنت اتدربت في البحر الاحمر الله ما شاء الله وش اسمه كشاتنا ورحت قبل الربع عينهم بيجون بدري يجي لهم الصلاح متفقين بعد المغرب الوعد بالمحل هناك يوم جاء عقب العشاء يجي الولد ريت الله الاصوات ورا الضلع واقعد شوي قلت ربهم ذول يا اخوياي ولد ريت اليوم جاي ذاك الموتر اللي فيه ستة ريجي ارحب وسلمه يا مرحبا يلا حيهم حياكم الله قلطوا قلطوا رجيجين ايه صبيتهم القهوه حسبهم رجيجين وقلت عشاكم معنا وقال واحد منهم تم انا علمت ولو عيتت العمر لو واحد منهم اذا عند الموت يبون يسرقوني اوه قد خططوا ذا نظام عرفت اللي واحد يعني هم مخططين من قبل ما واحد يراقب واحد يشوف المفتاح وفي الموتر ولا عشان كيف يجيبونها بطريقه حلوه واحد عندك واحد يسولف عندي يشغلني وما دروا اني ذيب وذيبانية العمر وقزة دريت انهم يويق وعد دريشه من ورا انا اصب القهوه كذا وعيني كذا يا سلام ذيبان ولا دريت طول العمر لا يوم واحد منهم قال يا طويل العمر طيب نبي شيء بالعجبه يبون يشغلوني عشان يضربني على راسي يوقع راسي بالقدر. السنه الحمد لله ما اخذ دوره في الحزام الاسود. ولا دريت طويل العمر الا يوم قده حولي. كذا انا زبط العجبه. حسيت بالقربعه وراي فاقول كذا شا اضربه مني على المقتل منه. الحمد لله انا ما ضربته بقوه عشان ما بيذبحه بس اغمى عليه ضربت اغمى يوم خذيت الحزام البني قالوا ضربه اللي من هنا اغمى لي صاروا خمسه الحين والخامس وراه يراقب يبي عشان لو قام اخوياه يدق سلف الجيب ويطق الزبده يطير العمر عاينه ويعاينه وعاينه ويعاينه قلت والله ما تروح يا وفيهم واحد اللي جالسين مليان شوي قلت انا هذا المليان خله ما داسم عرفت احد احد بالعيشتي ولا شيء ولا بصك وجهه القدر يبي له ساعه يقوم اثر معهم اسد يوه اسد اسد حقيقي ولا اسد حقيقي ويو كل اسد علي يوم شاف الرجال دروني صامل وانا جمهت العمر بعلبه من نيه كذا ساعد شكلك مياو مش مياو هذا اسد انا زي ما اقول ويقول مياو انت معي في السالفه وانتم مركزين هلا هلا والله معك لا لا مركزين شفتوا كيف اختبركم شفت من كان الزبده يا طويل العمر قول له يلا هذه السالفه بس قلتها لكم عشان بس احرك المعنويه عندكم سالفه صدق انا ويا سطام طراها اليوم يوم طلعوه في الشاشه الله يحفظك ونعم اللهم امين انت شكيت وقلت هذا انا طلعت صورت ورجعت ايه انا قلت هذا يلعب علينا انا ما كنت اظن هذا الشبه تقول لي سلطان نفس الشيء شبه لي
ايش بالي ايش بالي؟ وش ردة فعلك يوم شفت سلطان اخوي في الشاشة؟ والله كأني شايفك. احس بك راح مصور في الاعداد ورجعت. والله نسخة. نسخة. يعني يمديني اياك اخليه يزور ويدخل واطلع. يمديك تهرب وخليه يجي. هذه السالفة طول العمر قد صارت لي. في ايام المدرسة انا في فصل وهو في فصل. وجاء عندي ذاك اليوم اختبار حلو وهو جيد في المادة ذي. سويت بدلت قلت ميدو انا بروح لفصلك وانت تعال فصل. كان ذيك الايام احنا في الثانوي كان يعني الشرب خفيف ذا ما تميز نسخه هو جيد في الماده اللي انا بختبرها ويقوم يطول العمر ويجي فصلي واروح لفصله ويحلك حلان كف ويزبط الامور. وهذه يوم درسنا ترى المواد انا ذاكر نصها ويذاكر نص. إذا صارت المادة اللي عنده اللي أنا عارفها أروح أختبر بداله. هو إذا المادة اللي عندي هو جيد فيها يجي أختبر بدالي فيها. الله. في نفس الوقت سيارات أنا هو مع سيارة ومع سيارة ما أخذ بوكي أنا معي بطاقتي كل شيء أخذ سيارته إذا وقفت وقفني يعني دورية دورية ولا شيء أعطيهم بطاقة سطام يناظر سطام الوجه سطام. هو نفس الحكاية لدرجة الملابس الحين لو رحت أنا الخياط أفصل ثوبين واحد لي واحد له. رحت اشتري بدله نفس الطول نفس كل شيء نفس كل شيء اذا كحك وحنا عندنا مثلك والله انا اعرف اثنين انا ايه؟ اصحابي واحد اسمه حسين واحد اسمه صالح نفس الشيء لما فرق ايه لما توقف الدوريه على طول يحصل اي بطاقه هناك اعطيها تمشي تمشي بس احيانا النكبه في نسخه اثنين. نفس الشبه بس احيانا النكبه في اثنين من عيال خالي واحد اسمه عبد الله واحد اسمه عبد الهادي. المهم وكانوا يدرسون وعبد الله الظاهر انه عبد الله. المهم واحد منهم كان مداوم والثاني غايب. اللي مداوم تهاوش في المدرسه وضرب الرجيل ويوم طلع من المدرسه ما لقوه وراح. ولقوا الثاني ذاك دخلوا على الثاني ذاك لقوه في البوفيه يطلب فطور. هذاك ما يدري ايش السالفه. يا ليل هم يجون. ويفقعون راسه تفقيع. هو ما داري ايش السالفه. هو مو داري ايش السالفه. على طاري هذي بعد. وين هو؟ ذاك اثر عشان يدورون اخوه وطاحوا فيه هو. يحسبونه هو. هذه مشكله الشباب. هذه مشكله. هذه على طاريها والله العظيم يا رجال ما جاكم الا الصدق. واحد اخوي بدر سليم العتيبي الله يذكره بالخير. هذه ايام الدراسه. شوف قبل سنين. احنا فرقونا المدرسه المدرسين اشتكوا منا. قالوا بتبهذلنا فيهم. وفرقونا انا في فصل وسطام اخوي فصل. يوم جاء ذاك اليوم. سلطان ما داوم حلو والحصة اللي عندي أنا ما بيها حصة المدرس قلت خلني بروح في فصل سلطان حلو كان عندهم حصة غير الحصة اللي عندنا في واحد اللي هو بدر سليم عتيبي الله يذكره بالخير متهاوش مع سلطان من القرات يعني رحت الفصل حقهم واروح جلست جنبه وانت ما عارف سالم ما ادري انا ما ادري واروح واجلس والله العظيم يا رجيني جلست جنب بدر الرجال في الفصل كلهم تلفتوا علي كذا ايه ظنوك على طول الظاهر قالوا غريبة يعني اليوم راح تهاوش انت ما تكلمه تجلس جنبه انا دريت ان الرجال لا في بلا سويت انا قلت يا رجل الدنيا يوم لك يوم عليك وعلى ما قالوا اللي راح امس اليوم اطيب منه والواحد اللي يصير يشيل في خاطره كلنا اخوان وكلنا اخويا والله العظيم انه مع سطام الى يومك ذا من ايام الدراسه الى الحين يا سلام من عداوه الى صداقه تصير هذه والسبب وشو اني بس انا بدلت انا وياه الفصول جلست جنبه وانا ما ادري ثم ضحك هو انصدم بعد خبرته بعدين؟ علمته لا هي درى اني انا بسطام درى وقلت يا رجال اللي راح وكلنا اخوان وكلنا والحمد لله وش لك والله انا اخويا الى الان في كثير هذه في هذه الامور حلوه سواليف التوام والله حلوة. واجد في واجد سواليف لو بسولف لين بكره والله ما تخلص بس فيه يقول لك مثلا الحين تحسس مثلا من الجبن ايه وأكل وهو أكل جبن خلاص أنت تتحسس لا أنا وياه كل عيشاتنا واحدة ونحب الحوار ودايم نروح في محطة واحد يقول أنا أخوي توام هو كان في أمريكا وقتها وأخوه كان تقريبا هنا في السعودية وأنا في قطر هذه سالفة علمني فيها واحد من أخواني يقول حر يا ريت يقول أكل جبن وتحسس منه وهذاك ما أكل حسسي وهذاك ما أكل دق عليه تحسس قال أنت ما أكل جبن قال لي ما أكل جبن لا هذه من دون شك ذي اقول لك سالفه صارت صدق والله صدق يقولون لا هذه السالفه صارت صدق مره صار لي مشكله ودائما انك ما تجي في راس السطام اخوي الله يذكره بالخير
تهاوشت الزبدة وصار مشكلة ورحت القسم توقفت فيه وقالوا توقيف حلو 24 ساعة يا ولد منا بدل قلت طيب أنا عندي شغل ضروري لازم أخلصه قالوا ما تروح لين بعد 24 ساعة عقاب لك عشان ما عدت مشكل مع الناس الزبدة العمر أدق على سطام قلت يا ولد واحدة من ثنتين تعال الله يهينك ادخل مكاني ولا روح خلص الشغله قال يا ولد الشغل ما فاضي اروح اخلص وبعيد ومشوار قلت رحت اختر واحده منهم قال لا بجي مكانك قال وش لابس قلت انا لابس كذا وكذا وكذا لبس مثل ما انا بلابس يطلع عمره ولا دريت الا هو جايني سلام وكيف الحال واحنا واقفين زي كذا نسولف عرفت شوي جت غمضت عين بدلنا الاماكن صار هو هنا وانا هنا وخلص انا اقول يلا تبي شيء وتركي يلا بغيت شيء وشيء ان شاء الله بكره ان شاء الله بجي امرك اخذك واطلع يا طلع عمر واروح اخلص شغلتي وهو قاعد يا طلع عمر توقيها 24 ساعه والله حلو والله هلا مرات التوام ينفعك وايد ينفعك الاختبارات ابوي كان يا اختي انا اذا ضرب سطام يحسبه انا ما انا ما يفرق والله بينك. العظيم انه كان يفرق بين ابوي بالاسم يقول سلطان ارد عليه انا سطام يرد عليه سطام كان بالاسم عرفت؟ و خليه واقف واقف وايده وايده لا حلو انا احب اسولي في التوأم يا ولد انا في سوالف يعني بعلمكم اياها تحت البث بعد تضحك لين تقول امين تضحك وترى دائما تجي تطعه في راسه سطام يعني حتى لو تقابله انت تقول سلطان يقول دائما يسبب مشاكل وتجي في راسي انا انت تجيب العيد هو اللي ياكلها انا اجيب العيد وتطعه يجي في راسه في البيت هذا هو الموتر الحين اخذه انا مثلا زين لقيته بخرب وخذاه هو شغله طفي معه خرب معه خرب معه هو ما له ذنب اجل مثل حظي ذا سطام مثلي انا والله العظيم اليوم يوم شفت اني اشتحنت والله اني اشتحنت كلنا والله لا يعني شوف الاخوه شوف اخواني الباقيين مشتحن عليهم وعلى راسي واحبهم لكن توأم ترى يختلف عن الفوق الثاني يعني انا وياه متفاهمين انا وياه لدرجه انه الحين بقى انت تكون عندك صديق اسرار صح؟ لا انا ما عندي صديق اسرار هو سطام صديقي واخوي. يا سلام. يعني لدرجه خلاص صار يفهمني صار يعرف كل شيء صار. الله لا يحرمكم من بعض ولا يفرقكم. اللهم امين. ولا وبعدين يعني الحين انا ما بيك يفهم يدري سبحان الله اني ما بيك. بدون ما اقول له ولا شيء لا شافك ولا شيء وشاف رده فعلي بس وانت جايني يدري اني ما ابي الشخص هذا او ان الشخص هذا عز وغالي عندي او الشخص هذا في حاجه عنده لي. يفهمك. ايه. والله احتاج لي واحد زي سطام في حياتي كذا يفهمني يوه وعاد جوه بعد اذا استانس ترى اطرق من جوي بس انه راكد هو شوي حياوي وانت انا حياوي بعد انت حياوي استحي ترى انت انا استحي ولا كذب ولا حاجه حتى جلست الرجال يا الله يسمعون كلامي لا تسمع النفس ايه شوف صحي طاهر صحي اذا جلست معكم ما تدرون اني جالس تراك معي يقول حياوي هذا حياوي ايه, إيه. يقول ابو غيزي ما شاء الله عليك يقول انت جسمعنا ولا ندري الا اخر البث لدرجه اني ساكت من كثر الحياه اللي فيه ما شاء الله قول ما شاء الله قول ما شاء الله من كثر ما يستحي